وآخر الجوائز الفردية. نادي الجزيرة يتلقى المركز الثاني. المركز الثاني لنادي الجزيرة ياسمين هلال الكابيتانو. ملك حاتم رقم 10، حبيبة حاتم رقم 2، رنا علاء رقم 12، تمارا نادر رقم 33، فاطمة هاني رقم 8، آية الفقي رقم 0، كنزي خرشد ورضوى سالم، كريمان صلاح، فرح هشام، جانا اشرف رقم 55، اه كنزي خرشد انا اسف المره اللي فاتت كانت ملك حاتم، بيتس رقم 3، كابتن نهال سعد المدرب العام لنادي الجزيره، كابتن مصطفى سيد الجهاز الفني، كابتن احمد طبيب الفريق، كابتن فريد مخطط الاحمال، واخيرا كابتن عمرو عاصم. كل التحيه والتقدير مني انا شخصيا ومن كل اسره كره السله لهذا المدرب القدير جدا كابتن عمرو عاصم، اللي عامل موسم باقل الامكانيات ناجح في الوصول الى ابعد النقاط مع فريق نادي الجزيره. كل التحيه والتقدير لفريق نادي الجزيره اللي أدى موسم النهاردة رائع ونجح في إقصاء بطل أفريقيا نادي سبورتنج في مفاجأة مدوية في عالم كرة السلة النسائية. كل التحية والتقدير لنادي الجزيرة بقيادة الكوتش عاصم مرعي، عمرو عاصم عفوا. صور التذكارية للمركز الثاني. التقاط الصور التذكاريه لفريق نادي الجزيره. المركز الثاني لفريق نادي الجزيره. لم يحصل نادي الجزيره على كاس مصر من قبل، يمكن دي ثاني نهائي لنادي الجزيره. وادي الصور التذكاريه.